نرجعوا للحاضر. الصحفيين في مباراة السبت والأحد عاشوا ظروف هائلة. شوفوا مثلا الزميل كيف يعلق على الماتش في استاد وادي الليل. من غير ما ركزوا برشا على الظروف اللي عايشوها الإعلاميين في الملاعب. ديجا باهي ياسر كي الماتش شويه تلعبوا بعد ما ربع تأخيره وترانيات رغم الحالة هذه شدوا رواحهم أكثر من 90 دقيقة. خلونا نعيشوا برشا فنيات وفرجة. الفرجة اللي كانت حاضرة زادة في بعض المدارج، في القلعة الكبرى مثلا جماهير الخطاف عملت دخلة على قد الجهيد. الفرجة من فوق السطوحات ولات عادة كما نشوفوا في برشا بلايص. نرجع للطقس البارد والنجم نقولوا لبرشا ملاعبية اللي كوروا تحت المطر عندهم شوية يظهر، خاطر كي نمشيو مثلا لاستاد ماكثر نفهموا اللي جوارات الهمهامة مستانسين يلعبوا في الثلج، وحارس المرمى العربي المازري نجم يأكد لنا هذا. والله اللي حسيته اليوم عمري ما حسيته في حياتي، سقية جمدت يدي حتى باش نعيط لأصحابي ما نجمتش. كوي ما شاء الله يعطيهم الصحة كيفاش نجم يكوروا والله. الحاجة الباهية في جمعيتنا أنه ما يحيروش ويتأقلموا مع الظروف الكل ويبدعوا زادة. مدرب حراس سهم راس جبال مثلا اختار يتفرج في المباراة من فوق السطح باش يراقب حارس الزديزة ويكتشف نقاط ضعف. قد يعمل فيزيوناج للجارديان تاعو والليكيب ادفيرس وكان فما انفورماسيون باهية نعاونوا بها ستاف تكنيك. باقي مع الظروف الصعيبة، قلة الفلوس نجم تكون سبب مقنع باش مسؤول يبدا مرتاح كيف فريقه ما يربح حتى ماتش. في العادة قداش في ماتش؟ في العادة 100,000 البرة 80 دينار وراو الباهي السنة ما ربحوش، الزلمة ما ربحوش. أما ما نعرفش كان الإمكانيات المتواضعة تنجم تخلي ملاعب يحمد ربي كي يخسر خمسة بلاش. كلنا ثلاثة بونتو معناتها في درج هذاك اللي ضرنا، الحمد لله خير من بلاش خمسة، الحمد لله يا ربي.